مساء الخير. شوفين يا حريم يا حلو مفاجأة أبو صامل. يا ويلي ويلي جاني في البيت وأنا قاعدة قال قومي قومي يا أبو صامل قومي تجهزي بوديس المطعم الليلة ونتعشى فيه. شوف يا حلو ما عندهم يا حلو المطعم حلوة. شوف ها خلصتي؟ يلا قد يقدي هقدي الناس مغرقة ما تتشوش فينا. وش فيك يا ابو صامل؟ لا والله ما خلصت انا توني ما باركت سبني في ملعونة المترس واضحة وفون زوته والله لصور كل شيء. اهلا وسهلا. هلا شرفتي المحل. الله لا يحييك. هرجني انا اللي تريد خزر الحرمة. اوكي اسف استاذ. ها وش تبى؟ تفضلوا اهلا وسهلا فيكم نوري المكان نوري المحل. ها وش عندك؟ عندنا كثير اشياء. بجيب لك المنيو؟ هي جيب لي خليني انا اقرا. هي هات هات. ولا تسد هلا. تفضلي. ولا ما تفهم العلب. لا حوشك حوش الحلنية استاذ. معي اثنين واحد لك وواحد إلى. لا لا اثنين لي انا. طيب الحرمه لا تقرا ولا تكتب. اي ولا تسدك امرك. هذه ايش ما تنقرا يا مصاب. ها وش فيك؟ ايش شتم ما اعرفها. ليش؟ اقول عندك اسمه كبسه حاشي؟ عندنا محاجي على كيف كيفك. لا لا كيفي ما هو شغلك هذا. اقول يا مصاب وش تبي نعيشه؟ عندهم لحم مقلقل. عط راس عط عط لحم مقلقل. استاذ هاي مقلقل ما انا موجودي عندنا. تخيل وش اللي عندك؟ عندنا الباشا وعساكره. دخلين حرب حنا. حراء اصبعه. يا ولد هذا رايحين فيه هذا من تحت. طيب طباخ روحه. هو طباخ روحي هذا ما يبي الناس. هذا في مشكله هذا. لا لا يا اخوي فكر. شيش برك؟ يا ولد انت علمك انت ما باقي الا حاجه واحده بس تجيب لنا مدمين تقطع وتجيب لنا معمرقه. طيب عندي اقتراح لك. شو رايك بشوربه لسان العصفور مع كبد توز على ذوقك؟ اقول تبى كيفي. ايه هروح لنا شوي بس نتشاور انا مره وناديك. يلا طيب يلا يلا. من هذا ما خلى شيء جميل حاجه قالها. انت شفت ايش يقول؟ انت علامك عليه. والله الرجال ما قال لك شيء وهرجك وهرج زين. لا والله عونات الحصني ما غري خجرك. اقول يا مصامل ها صورت لي تبان وقهرتي واضحه. اي والله صورت وسنفت كل شيء قلت. هيا مش انا مش انا مش انا مثل ما وعدتيني. المرقوق الحين بنفصفص الحين ما تفصفصه. اي والله لا اسويها كل مرقوق والجريش وكبسه الحاشي. تبشر والله يا ابو صامل. هيا مش انا والله لا يخليني منك ولا مت مش انا.